أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من هنا ليبيا، والبداية من أهم الأخبار التي قامت بوابة الوسط بنشرها، إذ قال نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي خلال استقباله وفدا من مدينة درنة ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من التشتت والانهيار. وأوضح السنوسي عبر حسابه على منصة إكس أنه استقبل وفدا يضم نخبا من مدينة درنة، إذ نقل لهم صورة معبرة ومؤثرة عن مدى الدمار الذي لحق بالمدينة في ظل فوضى مؤسساتية وخدمية وسياسية عارمة تعم البلاد. أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مسالم قريف تدشين منصة تعليمية تحت مسمى مستقبلي بيدي، مخصصة في مرحلتها الأولى للطلاب في درنا والمناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال، وتستهدف طلاب الشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، ثم ستعمم لطلاب باقي المراحل التعليمية. أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد لطرابلسي التوصل لحلول واضحة وصريحة بشأن أزمة اعتصامات سائقي الشاحنات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول اجتماعه مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل. قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية، وهي الرخام والسيراميك بجميع أنواعها والحديد والإسمنت والجبس. عقدت لجنة المباني السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط اجتماعها الأول للسنة الحالية برئاسة وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أبو بكر الغاوي، والذي خصص لمناقشة وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط بحسب وزارة الإسكان والتعمير. تابعت عدسة هنا ليبيا عملية توزيع الدفعة 14 لصكوك جبر الضرر للعائلة المتضررة بمدينة درنة، إذ قام رئيس لجنة الحصر والتعويضات بالإشراف على عملية توزيع الصكوك. نحن اليوم 16/1 يوم الثلاثاء، تم توزيع 400 صك على العائلات المتضررة بمدينة درنة، هذه الدفعة 14، العدد الكلي 5410. نحن اليوم كحكومة ليبية وصلنا إلى 95% لصرف العائلات المتضررة. بإذن الله حنكون إلى آخر الشهر نستقبل في العائلات التي لم تسجل، حتصرف لآخر متضرر في درنا قيمة جبر الضرر بتعليمات دولة الرئيس وتوجيهات سيدي قائد العام مشير خليفة بالقاسم حفتر، أن حندفع لجميع المتضررين لتضرروا داخل بلدية درنا. بإذن الله فيها صندوق أعمار درنا موجود لحل جميع المختنقات داخل بلدية درنا، حيكون بإذن الله السيد المدير التنفيذي المهندس بالقاسم خليفة حفتر لحل جميع المختنقات داخل بلدية درنا بإذن الله. شكرا لك دكتور. الله يسلمك، شكرا. وإلى مدينة درنا ومراسلنا إبراهيم غضبان. إبراهيم، ضعنا في آخر المستجدات في المدينة، تفضل. نعم محمد، تحية لك وللسادة المشاهدين. سنأخذ بكم جولة في مدينة درنا وآخر التطورات. ربما رتم الأحداث يستمر في أعمال، خاصة تحديدا في أعمال الصيانة والتطوير والنظافة والإنارة، هذا ما نشاهده على الأرض. كذلك عمليات إزالة العشوائيات وفتح المسارات من خلال الجهات الأمنية التابعة للغرفة العسكرية الأمنية درنا، والتي تقوم
تقوم بين الفئات الأخرى، وربما بشكل يومي على إزالة العشوائيات وفتح المسارات داخل المدينة، وخاصة في الأحياء في المناطق الهشة، وأيضا الأحياء التي لم تتضرر، الساحل وشيحة وبرق، تلك الأحياء التي تم فيها إزالة عدد كثير جدا من العشوائيات، وما زالت هذه الأعمال مستمرة. أعمال الصيانة التي تشرف عليها حقيقة صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة خلال الأيام الماضية استمر من خلال مشروع جامعة درنة لإنشاء واستكمال وتطوير مركب الجامعة. هذا المشروع هو طبعا من ضمن حزمة مشاريع بشر بها صندوق إعادة إعمار درنة من خلال توليه صيانة وإعمار المدينة من بعد ما تضررت بشأن الفيضان. أعمال الصيانة أيضا كانت مستمرة من خلال مسجد الصحابة، هذا الرمز الديني الذي يعني لسكان مدينة درنة الكثير ولليبيا الكثير، باعتبار أنه له خلفية ومكانة تاريخية جدا في قلوب الليبيين وخاصة سكان مدينة درنة. أعمال صيانة هذا المسجد، مسجد الصحابة، طبعا من خلال شركة محلية بلغت نسبة الإنجاز فيه 60% بحسب صندوق إعادة إعمار درنة الذي يعني نوه عن ذلك. كذلك المشروع سيكون خلال الفترة القليلة القادمة جاهزا بالشكل الذي يليق بمكانة هذا المسجد، مسجد الصحابة. طبعا ربما اليوم صباحا عقد اجتماع أيضا صباح هذا اليوم لأمر المنطقة العسكرية الأمنية درنا، فريق عبد الباسط بوغريس عقد اجتماع انضم كل من وكيل عام وزارة الحكم المحلي السيد أبو بكر زوي، ومدير مديرية أمن درنا، ورئيس فرع جهاز المخابرات ولجنة إعادة إعمار درنا، ومدير مصلحة الأملاك، وكذلك مدير السجل العقاري والتخطيط العمراني. الاجتماع طبعا استهدف حصر العشوائية بالمدينة والأملاك العامة، كذلك لتذليل عمل لجنة إعادة الإعمار بالمدينة في تنفيذ مشاريعها وتطوير المدينة. طبعا هذه الاجتماعات تجري بشكل دوري، كذلك تستهدف أيضا حتى الذين لم يتحصلوا على صكوك جبر الضرر من خلال دفعات تقدم بين الفينة والأخرى، خاصة أمس بالأمس ما يقارب 500 صك. كذلك فتحت أيضا لجنة جديدة بمصرف العقاري للذين لم يستلموا صكوك جبر الضرر، بحيث أنهم يتواصلوا مع ويتم حصرهم وتسجيلهم. حقيقة سأنوه أخيرا على النقطتين مهمتين في مدينة درنة وهي شركة الكهرباء وميناء درنة. شركة الكهرباء بالأمس ومن اليومين الماضيين قامت بإنارة شارع الفنار، وهو طبعا من الشوارع الكبيرة والمعروفة والمشهورة في مدينة درنة والتي يتوسط مدينة درنا، وهو تضرر بشكل كبير جدا من الفيضان، قامت بإنارة الشارع بالكامل بعد أعمال النظافة والصيانة. كذلك ميناء درنا ربما شبه إتمام عملية نظافته لتجهيزه ربما للشركة القادمة لإعادة إعماره من جديد وتطوير هذه الميناء لتكون رافدة من الروافد الاقتصادية داخل المدينة. الدراونة يأملون كثير، لديهم أحلام وطموحات أن تعود المدينة لسابق عهدها زاهرة يانعة عش بها الثقافة والفن والعلوم بجميع أشكالها. طبعا هناك حقيقة نحن بعد مرور 4 أشهر الشارع الدرناوي حزين لما حدث، ولكنه يأمل بأن تكون المدينة في ريعان حضورها وتطورها، خاصة بعد قدوم هذه الشركات التي تعمل بشكل دوري 24 ساعة في اليوم حتى الليل، متواصل جدا عمل النظافة والتطوير داخل هذه المدينة. ربما هذه حوصلة سريعة لما يحدث داخل مدينة درنة بشكل دوري على الأرض، وسنتابع في الأيام القادمة كل ما هو جديد داخل هذه المدينة وضحيتها. بالتأكيد إبراهيم. إذن مراسلنا من درنة إبراهيم غضبان، شكرا جزيلا لك. ألقى عدد من سائقي الشاحنات بالجبل الأخضر بيانا طالبوا فيه الحكومة ووزارة الداخلية بحل مشاكلهم المتعلقة بعرقلة تحركهم بين المدن بالبوابات، وكذلك النقص الحاد بالوقود. يذكر أن هؤلاء السائقين بجل المناطق في غرب البلاد وشرقها اتخذوا موقفا واحدا من الاعتصام وإيقاف العمل لتعرضهم لنفس المشاكل والعراقيل. كانوا سائقي الشاحنات مدينة البيضاء وضواحيها. نحن أصحاب الشاحنات نتقدم بهذا البيان لتوضيح المعاناة والظروف الصعبة التي تعطل نشاط وتسببت لنا الكثير من الصعوبات، ومنها تفرض علينا العديد من المخالفات في ميزان الحمولة، رسوم مسير الليل في الطريق الصحراوية البعيدة بدعوة الأمان
والذي يسبب لنا الكثير من ضياع الوقود في جميع البوابات، وبالرغم من وبالرغم بأن الشاحنات هي العمود الأساسي للبلاد في نقل الأدوية والمواد الغذائية والخضروات وجميع ما يحيط من مواد بناء ووقود ومياه وأثاث وخدمات الطرق والمباني، إلا أن قطاع الشاحنات لا يتمتع بأي نوع من المميزات، ويتعرض السائقين للتعطيل والإهانة داخل وخارج ليبيا وفي محطات الوقود والبوابات والطرق المتهالكة والاستيقافات. بناء عليه نطالب الحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية والمواصلات بإيجاد الحلول الفورية وتلبية مطالبنا المذكورة وتوفير الوقود في جميع المحطات. وبهذه المناسبة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع إخواننا سائقي الشاحنات لتضامنهم معنا وترابطهم في جميع ربوع ليبيا، ونسأل الله لوطننا العزيز كل الأمن والأمان والرخاء والسلام والسلام والأمان لكل سائقي الشاحنات. سائقو الشاحنات مستمرون في اعتصامهم بمدينة المرج وضواحيها لليوم العاشر، إذ طالبوا فيه الحكومة الليبية والجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار بسائقي شاحنات ليبيا واحترام سائق الشاحنات بالمنافذ الحدودية. نحن سواقين المرج اليوم معتصمين، متضامنين مع زملائنا في الغرب وفي الشرق وفي الجنوب، فهمتوا؟ ونحن عندنا مطالب لعند الان، ما جاتنا جهه حكت معنا. نحن مطالبنا يبدا من شرقه، من الجمرك المصري. الجمرك المصري دوله مصر الشقيقه جارتنا هذه، يعاملوا فينا نحن معامله سيئه، كرهبنا يقدر باسبوع بالعشر ايام طوبرات برا، الرسوم السياره اللي تطلع من المرج معناها تبي تصرف 5000 جنيه باش تروح لا. هذا بالنسبة للجانب الجمرك المصري. الحاجة الثانية نحن اللي نعانوا منها، نعانوا من مشكلة الموازين في ليبيا. نطلع من مساعد ندفع في مساعد، نجي لشهب ندفع في لشهب، نجي لبوابة الميتين ندفع في بوابة الميتين، نجي لجدابية ندفع في جدابية، نجي لهراوة ندفع في هراوة. نحن نبو الدولة توحد لنا الميزان. نحن متعودين ندفعوا في ميزان في مساعد يوصل فينا لعند راس جدير. السيارة المخالفة عندها زيادة عبو وخذ ميزانها. الحاجة الأخرى نعانوا منها، نحن نعانوا من مشكلة المخالفات بين بوابة وبوابة 10 كيلو تخالفني البوابة الثانية ما تحترمش باليسار الأولي. بغض النظر علينا نحن سواقين، نحن الحمد لله نحن مكتفيين تو قاعدين نصرفوا باللي رزقنا بها ربك، لكن المواطن هو اللي منضرر. لا عاد تجيك مواد غذائية، لا عاد تجيك مواد صحية، لا عاد تجيك خضرة، لا عاد تجيك وقود. والحكومة المنطقة الشرقية هنا ما شاء الله سبات عميق، إلا من رحم ربي تليفونات بالدرقة، لكن حاجة على العلني ما فيش. منطقة الشرقية بدأها من سرت لعند مساعد كلها سيارات موقفة على الطريق قاعدين، ما ناش مدرسين قدام حيشانا وكاتبين اعتصام. يعني نحن نطالبوا في الدولة مطلبنا شارعي، نبوا النافطة في الشيول توفر. معقولة يا دولة ما فيهاش وقود بالك في المحطات؟ وصلنا تو هذا في اجتماع اليوم هذا في طرابلس على نفس الموضوع مع وزاره الداخليه في طرابلس، موجود الكلام هذا في طريق المطار، وعندنا اتصال بوزاره الداخليه هنا ان شاء الله خلال اليومين هذين حيتم لقاء في المنطقه الشرقيه بالكامل، وحنحط هالمشاكل هذين امام الراي العام وامام ادوات التنفيذ اللي هو وزاره الداخليه ووزاره الحكم المحلي وجميع الجهات الاعتباريه اللي يخصن هالموضوع. ضروري هالمشاكل كلهن يكون قدامهم، ولكن تو هذا كله ما يعنيش ان نحن يعني ايقاف حاليا. بارك الله فيهم اللي رضيوا انهم يوقفوا قدام حيشانهم والله في اماكن عامه ولا غيرها، لكن نحن في يوم ربما يقفلوا مواني ويقفلوا منافذ بعدين تقوى في مشاكل وخشوا في مشاكل اخرى، ولكن هذا ما نحن نوصيش به. نبي منهم تو هالفتره هذه يكتفوا بالاحتسام قدام حواشينهم والله في هالاماكن العامه اللي تو اختاروهن
ولكن خلال فترة ضروري الدولة تعاون معنا في حل المشاكل. وأغلبهم 90% منهم ما يتقاضش في مرتبات من الدولة، موفرين على خزينة الدولة مرتباتهم. هذا يفترض أن القطاع يدعم، مش توقف ضده ويقعد يتبع عليه في أتاوات في كل مكان. البوابة تأخذ منا أتاوة، الجبرك يأخذ منا أتاوة، والمصرية حدث ولا حرج. ما يحصل في الجبرك المصري كارثة، والله العظيم أنا نقولها بصدق. مفروض يعني لكن هلا غالب مضطرين هم يشتغلوا، لكن كونهم السلطات المصرية لا ترغب في الليبيين يخشوا مصر، هذه كلام حقيقي واضح. ويفترض من الدولة المعاملة بالمثل، وفي اتفاقيات يفترض تنفيذا، في اتفاقيات ما بين دولة مصر وبين ليبيا يفترض أن تنفذ بالحرفية. لكن للأسف الظرف اللي في ليبيا حاليا استغلت السلطات المصرية وتماطلت في جميع الاتفاقيات، واستغلت المواطن الليبي سواء سائق ولا مواطن عادي. اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي مع سائقي الشاحنات بطرابلس، وبحث معهم الشكاوى المتعلقة بالإتاوات وشح الوقود. هذا وقد أكد وزير الداخلية عبر المؤتمر الصحفي على عدة نقاط سيتم العمل عليها لحل هذه الأزمة، مؤكدا على أنه ليس من حق أي جهة أمنية فرض بوابات في الطريق العام ومضايقة المواطنين وسائقي الشاحنات. والله الاجتماع طبعا الناس عندها مشاكل حكتها دولة اعتصام وجلسنا معها، مشاكل حقيقية موجودة، هي جزء منها جزء كبير منها موجود وجزء بسيط غير موجود. حلينا مشكلة الوقود إن شاء الله، دلنا على الجدري في هذا الموضوع، هو توفير الوقود في جميع المحطات البنزينة وضبط المحطات باش إن في محطات تهرب. التهريب مش مصفات النفط في الزاوية حقيقة، التهريب من المحطات أكثر موجود، وهي شبكة تهريب طبعا بالجهات الرسمية. وبالنسبة للأتوات اللي تأخذ في الطريق حناخذ فيها جراء، حسنا فيها مشاكل كبيرة حقيقة، إن هي طبعا ناس مستفيدة وحتستخدم قبائلها ومدنها في الموضوع هذا، ولكن إن شاء الله حننتصروا في الموضوع هذا. وبالنسبة للمنطقة الشرقية والجنوبية فيها مشاكل في موضوع الموازين والمخالفات، المفروض هي تحطها على الميزان تاخذ منه مخالفة، المفروض لا، ان اتفقنا احنا توا مع السواقين يتم انزال الحمولة على حساب السائق، ان لو دفع مخالفة في المنطقة مثلا سين حتشد منطقة صاد ويدفع مرة ثانية، هذا ظلم يعتبر، هذا سوء استخدام للسلطة. وطبعا احنا في النهاية ما بنديروها كلها كي برضو على الصراط المستقيم، لكن بنديروا جهدنا في النهاية نخلي الامور تتفاقم. مشكلة الناس حتفقد ثقتها بالشرطة، ولكن احنا الشرطة متحملش كل المسؤولية، احنا مستعدين نتحمل مسؤولية، ولكن يجب اخلاء الطرقات العامة والجهات ودعم المديريات، مش من دعم المادي نحكي ودعم كذا، دعم من المواطن نفسه. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا في المشاهدة. أهلا بكم من جديد. تشهد مدينة درنة أو سبها عذرا هذه الأيام ازدحاما شديدا من أجل الحصول على اسطوانات غاز الطهية، إذ يبدأ الطابور من الصباح الباكر في ساحة الاستقلال. عدسة هنا ليبيا استطلعت آراء عدد من المواطنين حول هذه الأزمة. انك تو تقول لي انت كيف بتنتحر؟ المعاناه هذه يعني تقول نازله علينا من فوق، ما عرفتها، هي معاناه من داخل، من المسؤول من داخل، هي بسيطه جدا ممكن في الحل متاعها، لكن ما يقدروش ينفذوه لان ما فيش حد عنده كلمه مسموعه او يقدر يطبق قانون معين في هذه الدوله. البسيط الحل البسيط، الان فيه موزعات للغاز في الجديد، فيه في المنشية، فيه في المهدية، فيه في كل المناطق اللي قاعدة في سبها، باهي تبدأ عنده اسطوانة 2000 اسطوانة مثلا، والله 1000 اسطوانة، هذا كيف بيسيطر عليه؟
هذا بيسيطر على السوق ويأجر لك العمال يوقفوا لك في الطابور بالعشرة بالعشرين ويعطيهم الفلوس وهو يبيع فيها 60 جنيه ولا 65 دينار فيوقفهم لفارق قاعدين، لأن هذه ليبيا يسترزق منها كل واحد اللي الليبي النهار كل حالته مرزية مزرية. فهذا يبدأ عنده 1000 اسطوانة خذها منه، الثاني عنده خذها منه، تأخذهن الدولة كل منهن، لما تأخذهن الدولة كل منهن يقدر يوزعوا على الجمعيات ولا يوزعوا كذا، يقدر هنا يقدر يسيطروا، لكن إن هذا يطعن فيه وهذا يأخذ فيه هذا ابن عمه، والمحسوبية والمداهنة عندنا موجودة، مستحيل تنحل أزمة الغاز مستحيل. هذا رأيي الشخصي، أنا نعاني من هذه بالبريمس، الشيشة اللي نشرها بستين جنيه نفرغوا منها بالبريمس ولما ونقننوا البريمس، لما يتم يعطيك خمس أيام ست أيام نعبي مرة تانية البومبلين نعبي في البريمس، وهذه كيف ماشي أموري، ولقيت روحي ماشي الضي ضعيف ما تقدر تحط، وبعدين حتى هو استهلاك بصراحة ما عرفنا نخشه في الربيع ما عرف يعني حالة وخلاص. أنا واحدة من الناس من الأزمة اللي فاتت، مش الأزمة هذه، الأزمة اللي فاتت تعودت إني أنا ندير على الفرنيلو لما يبدأ الضي موجود أو حاجة تبي كوشة نديرها في الكوشة، وعارفة في نفس الوقت إن الطوابير مش حيقدر يوقف فيها إن يعني تعبان هيك شوية واحد مش حتى اللي مش تعبان ما يقدرش يوقف في الطوابير يعني ساعات، يعني يا إما تبدأ شمس يا إما يبدأ صقع يعني لين خلاص، ويبدأ بنادم واقف فيها لين يتعب وييأس إنه هو يحصل بمبلية ولا ما يحصلش، ومرات يسمع كلمة مش لائقة في طابور البنزينة أو يصير حدث بحداها معناتها عركة بسيطة أو أنت خشت قدامي خشت وراي وكذا، يعني مش معقول إحنا اللي بيين اليوم واصلين اليوم في في العام 2024 وقاعدين نتعاركوا على حاجات زي هذه، يعني في طابور بنزينة ولا في طابور متاع غاز مش معقولة، ولا تلقى طابور نساء يعارك يعني هن النساء جايبات بنابلهن مع الرجال في 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 مكان واحد ويبدا يعني فيه نقاش ولا في حوار ولا فيه عركه اصلا، يعني والله حاجات مش لائقه بينا للامانه قدام ليبيا ككل. تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إجراء انتخابات المجالس البلدية هذا العام، وقد أطلقت في الأيام الماضية إعلان بداية هذه المرحلة بربط الرقم الوطني برقم هاتف كل مواطن حتى يتمكن من الانتخاب. أجرت عدسة هنا ليبيا بمدينة سبها مع مراسلنا رمضان كرنفودة استطلاع رأي حول هذا الموضوع لنشاهد. أهمية الانتخابات المجالس البلدية هي مهمة جدا بشكل كبير، حكم أنها هي تخدم المواطن من ناحية الخدمات الصحية والطرق جميع الأشياء التي يشتكيها المواطن التي يتطلبها دائما ملجأه هو المجلس البلدي. البلدية طبعا هي السلطة المحلية في أي منطقة أو في أي مدينة، هي التي لها الشورى في تنفيذ بعض المشاريع والقرارات وإصدار القرارات المحلية، سواء بشأن الشركات سواء بشأن الخدمات سواء بشأن الأمور الخدمية العملية، يعني هي السلطة التنفيذية يعني في المنطقة. كلام جميل جدا. طبعا هذه من أهم المواضيع اللي المفروض يتم طرحها والنقاش فيها. انتخابات المجالس البلدية طبعا أول شيء لها منفعة كبيرة للبلدية نفسها في كل المدن والمحلات في دولة ليبيا، أمر مهم جدا. التجديد والتداول على السلطة وعلى الحكم المحلي أمر مهم جدا. طبعا عندها عدة فوائد من ضمنها تنظيم المدينة والمنطقة أو المحلة من داخل، وهذه يعني عملية سياسية يجب أنها تتداول كيف مواصلها في العالم بالكامل. يعني طبعا الانتخابات البلدية هي باعتبار أن المجلس البلدي هو أهم حلقة في حلقات المؤسسات الدولة اللي تقدم خدمات للمواطن، وهي أقرب حلقة حكومية للمواطن، ومن مهام المجلس البلدي هو تقديم الخدمات اليومية للمواطن. فبالتالي تعتبر الانتخابات البلدية مهمة جدا للمواطنين من حيث المشاركة واختيار الأشخاص المناسبين بحيث أنهم يقدموا لهم الخدمات الأفضل. يعني صرح عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول زيارته إلى مدينة سبها واستعدادات المفوضية لانتخابات المجالس البلدية في الأيام القادمة.
كنا في زيارة لمدينة سبها، وكان زيارة عمل لمكتب إدارة الانتخابية، ومن خلال هذه الزيارة التقيت بمدراء مكاتب إدارات الانتخابية لبراك الشاطي وباري وسبها، وتناقشنا حول التحديات والصعوبات التي تواجههم من خلال هذه المرحلة، مرحلة الإعلان عن ربط رقم الهاتف برقم الوطني، هي مرحلة تمهيلية وتحضيرا لاستعدادات التي تقوم بها المفوضية للعملية الانتخابية لمجالس البلدية أو البلديات خلال المرحلة القادمة القريبة إن شاء الله. طبعا المرحلة اللي ما بعد هذه المرحلة اللي هي مرحلة تسجيل الناخبين، وهذه المرحلة تتطلب أن نحن خلال الفترة القادمة نكلف لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين في المقر اللي يتم تحديدهم من خلال كل بلدية، مقر أو مقرين حسب تعداد السكاني وحسب التوسع أو حسب مساحة جغرافية. فهذه المرحلة استعداد للمرحلة القادمة اللي هو التسجيل، وهذا يتطلب أنك أنت لابد أن تربط رقم الهاتف برقم الوطني. استمرت فعاليات مناشط مجلس الثقافة العام ببنغازي من خلال المعرض التاريخي والذي يحمل عنوان أنا ليبيا أنا التاريخ، والذي يجسد مراحل التاريخ الليبي ما قبل التاريخ بكل مراحله من الإغريقي والروماني والبيزنطي والفينيقي وصولا إلى الإسلامي والحديث، وذلك عبر مجسمات من أعمال قسم التربية الفنية ومقتنيات من مراقبة الآثار ببنغازي تعرض لأول مرة داخل ليبيا. دكتورة أميرة محمد بلاو عضو هيئة التدريس ورئيس قسم التربية الفنية، مشاركتنا في هذا الحدث الفني التاريخي الكبير أنا ليبيا أنا التاريخ انبثقت الفكرة من مجلس الثقافة العام، تبلورت عدة الأفكار من خلال اللجان العلمية مع قسم التاريخ وقسم الآثار، وتم الاستعانة بنا كقسم التربية الفنية لتجسيد بعض الأعمال الفنية التي تحاكي حقب تاريخية متنوعة كالحضارة الفينيقية والحضارة البيزنطية واليونانية. وقام مجموعة من الطلبة، شكلنا فريق فني متكون من 10 طلاب، والطلاب هذو عبارة عن خريجين ودارسين ومعيدين وإشراف عام من القسم، واثنين من أعضاء هيئة التدريس داخل القسم نفسه، الأستاذة جيهان برحيم والأستاذة هبة السكران. قمنا بتنفيذ الأعمال المطلوبة منا اللي هي محاكاة للعملات النقدية نقلا عن الواقع، 24 عملة نقدية مع 8 عملات نقدية مختلفة، مجموعة شواهد للقبور، مجموعة دروع والهرم الحطمي وآنية خزفية. رسولي الكريم، أنا الدكتور سالم الغربي عضو اللجنة التحضيرية لمنشط الثقافة المنشط الثقافي اللي هو أنا ليبيا أنا التاريخ. هذا المنشط طبعا تم إعداد له من حوالي سنتين بفكرة انبثقت من السيد محمد محيي رئيس مجلس الثقافة العام. تحولت هذه الفكرة إلى مجموعة لجان، اللجان هذه تم الإعداد لها على لجنة علمية ولجنة ثقافية لجنة تحضيرية، وأيضا بعدين زدنا لجنة ثقافية وبعدين لجنة إعلامية. كل هذه اللجان بدأت تشتغل وتحول فما اتفق عليه وما في اللجنة العلمية إلى مجسمات أو شواهد وتاريخ اللي هو يحاكي مجسمات تحاكي الثقافات اللي مرت على ليبيا، سواء كانت عن طريق المحتل اللي هو مر على ليبيا، سواء كان إغريقي روماني وأيضا العثماني وأيضا الإيطالي. نحن هذه الحقبة التاريخية تبدأ ما قبل التاريخ إلى الاستقلال. كل حقبة تاريخية تولاها ناس مختصين في هذا الجانب، هم اللي اشتغلوا عليها، هم اللي أعطونا الأفكار وأعطونا النماذج والصور وكيف تكون فيها شغل. الشغل الآخر اللي هو طبعا أضافنا له هو كلية هي الآثار، مصلحة الآثار انضمت أعمالها بمقتنياتها، وأول في بعض المقتنيات تعرض أول مرة في عندنا، وأيضا عندنا جزء هو اللي كلية التربية قسم التربية الفنية في كلية التربية، حتى هم يشتغلوا على مجسمات تحاكي العملات والشواهد وما يتعلق بأشياء اللي هنا لها علاقة بالمقتنيات اللي لها علاقة بالتاريخ،
تحولت الى اشكال رسومات وجدت في هذا الجانب. فنحن نرحب بكم وتشرفونا في هذا المنشط، كل التوفيق لكم وشكرا لحضوركم. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا، على امل اللقاء بكم مجددا. تقبلوا تحياتي، انا محمد دينالي، دمتم في امان الله.